الآن لفتح تطبيق أو برنامج مايكروسوفت تيمز على الحاسوب الذي قمنا بتثبيته مسبقا، نذهب مباشرة إلى الأيقونة على سطح المكتب، ننقر نقرا مزدوجا، يظهر لنا التطبيق، نقوم بإدخال اسم المستخدم. ثم كونيكسيون ولوج، ثم ندخل الرمز السري، ثم سو كونيكتي اي ولوج. نقوم بتكبير الشاشة. إذا نفس الفضاء الذي شاهدناه في السابق هو نفس الفضاء على الحاسوب، جميع أدوات الاشتغال بهذا الفضاء الخاص بالتقاسم وخلق مجموعات للتواصل والتعلم عن بعد.